اللي بفكركم ان هي اخذ نصيب الاسد في الفتره ديت في التبرعات وعرض الحالات. نشوف عم ربيع وقصه عم ربيع، يلا بينا نشوفها ونسمعها ونرجع لكم تاني. ست أفراد كل أملهم أربع حوائط تداريهم من برد الشتاء وحر الصيف والحشرات اللي بتنهش فيهم، يمكن حياتهم أصغر كتير من حقوقهم المفقودة واللي حاولوا يتغلبوا عليها بمقولة على قد لحافك مد رجليك، لكن هما ما نجحوش في ده لأن ملهمش دخل ثابت يعتمدوا عليه. راجل ظروفي تعبانة بيشتغل باليوم يا راجل أرزق على باب الله، والله تعبان عاد لعملي حصوايا ما قادر أعملها. بيت أدامي مطلب بسيط من الحاج ربيع وأسرته، يمكن يكون بالنسبة لهم طاقة النور اللي بيواجهوا بيها سوء معيشتهم وعجزهم واللي مخلي ايديهم متكتفة وسط حياتهم الصعبة. جوزي شغال يعني ارزقي باليومين والمطرة بتجينا بتغرقنا وكل هدومنا غرقت ومراتبنا غرقت طلعناها برا يعني. وبعدين عزلنا يعني حتى لو قطين يعني ويسكفوا صوبي ما يتنزلش مية ولا نطر علينا. كل ده يهون لما يبقى العجز عجز المال، لكن الأصعب لما تشوف ابنك بيكبر قصادك بمرضه اللي هيعيش معاه طول عمره وانت مش قادر تساعده. نفسي عالجي والنبي ولقى له علاج، بيقعد يرمح لنا في الدنيا كده، بيقعد يحج بيرد الباب عليه عشان ما يطلعش. تعبنا يعني الصراحة، عمري ما ريت لي حالة زي دي. ودنا له دكتور نفساوي وياخد علاج، وحاله العلاج تعبه بيجيب له الصرع وكده يعني. ربيع وأسرته إيمانهم بربنا وقدرته اللي فوق كل شيء بتخليهم يتحدوا كل الظروف، وحاجات كتير في حياتنا زايدة عن احتياجاتنا ممكن تكون بالنسبة لهم فرصة لتغيير حياتهم للأفضل.